أهل الحلال الموعد المرتقب حال كل يجيب من الزيان الفرايد هذه السنة غير وتهيوا من الآن ومع كل عام استبشروا بالجدايد مزاينا الظفرة بدا من سوء حال رزين ثم مدينة الشيخ زايد مسك الختام الظفرة البعض الألوان في كل حول يعود والخير عايد ومع كل دارة تستوي شان هاشان في هالمكارم دائما في تزايد فوق المئات مليون والصدق برهان جوائز للمهرجان وهوايد جوائز للمهرجان وهوايد والفضل لله ذم صمم الأمان سور البلاد ودرعها نجل زايد هذا ولد زايد سلايلك حيلان معرب المنصب صدوق الوعايد مكن لعام فعل الجمايل والإحسان وبالطيب في عطاء عن الناس نايد جوده على شعبك ما الغيث والدان وفعايله للمجد صارت قلايد من البحر الأحمر إلى ساحل عمان تعيش من خيره جميع البدايد تعيش من خيره جميع البدايد الرجال المجد في راس ما بان في الأرض ما شيء عليه تعايد كف بفعل الخير والجود هدان كف للأطم المعتدي له عوايد على الصديق قال الثمن غض علي هلا مرحبا صباح الخير صباح النور والسرور يلا نتحييه الله يبقيك ويحييك أول شيء أبغى أعلوم الحياة وعلوم أنت رحت الشمال وعودت أبشر بالحياة الطيب وين البل؟ البل شمالي صفيري وش عندكم؟ حول جو البيض وش عندكم؟ عندنا البادرج اللاجح ما شاء الله وجاء طيبة اي والأمور إن شاء الله احنا في البل حصلت شيء؟ البل حصلت ولا بعد حصلت تو المطر جاء في القاع اي والقاع ممطورة وخير ما شاء الله تبارك الله وتو الدوحة جايتهم والمطر يضرب عليهم؟ المطر صباب صباب ايه ما شاء الله طيب اليوم وش دخلت؟ أنا اليوم ما دخلت ما دخلت شيء ما جيت تفرج جاي متفرج كان ويا شارك اليوم وجاءتني ظرف في الناقة وخلتها اليوم ما صارت اي وش شفت الحلال كيف شفت الحلال الحلال طيب ولا دخل لزين اي بالله حتى بعض العربان اللي بيسمل ناقته زين هم اسمه اي والله ما غلبها الا زين منه طيب عطنا علوم الصفقات سمعت بيع سمعت شراء سمعت البيع واجد والصفقات وايده اي وش سمعت بن مقني سكر السوق كم شرابه يقولون شرب 50 مليون 50 مليون إيه. الله يرزقه يا رب لما 50 مليون ولا 46 مليون والله ما اعرف صحت 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 القعسه ما سيمت القعسه ما هي بالبيع سكرنا عليها البيع اي والله سنه شاطب لو يعطوني كل شعره 200 مليون ما بعتها يا الله تبارك لك فيها المحبه ما هي باللي ترخص البيع والله اي والله راجع ولا قد طبيعي يدخل مع علي عربان سنحهم على اللي تشوف إيه. هل أطلب الله بالتوفيق ولا أطلب من حكومة ديار عيال زايد والظافرة ها أنهم يتشددون على العبث العبث إيه. هي العبث كلنا نطالب فيه لا أطلب هم يتشددون عليه مثل القطار مثل الصياد الظافرة إيه. الحبة والحبة أهلها أي والله صحيح ونعم لا بمحمد بن زايد ولا بأخوانه وجعل زايد في الجنة هو يا خليفة آمين يا رب العالمين هذه جامعة البعيد والقريب صحيح بس ودنا أن العبث أهم شيء عندنا العبث أنهم يشددون عليه إن شاء الله يشددون عزروا البهاي وبحل عن ان ما عاد بالطبيعي ما تدري انه مو طبيعي اي في عبث عن عبث يفرق لا الحلال ترى زين يا وش زين زين متى احنا عرفنا عرفنا من السنين الجايه ترى زين ترى الحلال زين لا ما زين والعرب زانه والخبر شوف العبث قد في البل وقد في العرب ايه؟ بعض العرب تشك انه اذا شكله ولا جيت عند عقب سنتين فهي متغير اي والله صحيح الله يحفظ عندنا وش الزين الطبيعي ايه؟ ها خلق الله وذا الجو الغيم لا تشوف يا رب الحمد والشكر صحيح غير الله ينزل علينا بركته ان شاء الله امين امين شكرا لك ويا مرحبا بك يا ابو سيف انت وقناتك وربعك كل بيه تسلم يا ربي شكرا رمزان وشب في صدر المعادي وقايد اسمه فخار دوله وللعدل ميزان وله بموضوع العروبه محايد وله بموضوع العروبه محايد رجل السياسه الاول بكل ميدان ورجل السلام مهون كل كايد وعايده ليا من ثور الجو دخان للملتجي منصور الجيش قايد للملتجي منصور الجيش قايد
لاجل الامان للدار والشعب سهران لا طاب نوم موالفين الوسايد هي دارنا اللي ساعه العسر مزبان تنعم براغد العيش والام نسايد كانت ولا زالت وهي دره اوطان بجهود ابو خالد وسيع البنايد انصغ في مدح جزيله الالحان لو كان ما يوفي مديح قصايد واختم صلوا على نس عدنان اعداد ما تطبع حروف الجرايد اعداد ما تطبع حروف الجرايد اعداد ما تطبع حروف الجرايد الله يبارك كربي صباح الخير صباح النور يا ابو سيف يا مرحبا يا اهلا وسهلا الله يحييك اليوم الخامس في الظهره عطنا حصيله وش شفت وش غطيت وش صورت وعطنا المشاركات الاجنبيه طبعا اليوم الخامس من مهرجان الظفره ومخصص شوط الثنائية نعم. كأسماء لها صورات وجولات في هذا السن عندك نعم. مسعوده مسعود الامارات لسعاده محمد بن سعد بن كردوس العامري نعم. رقاها من شوط تلاد واحد الى رمز واحد نعم ما شاء الله هذه اول مره تدخل الرموز نعم. الكل ينظر الى الخنجر الرمز الجديد هذا صراحه ما شاء الله تبارك الله وهناك اسماء كبيره مثل الطامحه راحت لتلاد واحد لسام العاضه القمي نعم. والطموح معروفه على مستوى الميادين ما شاء الله لها صوره جولات نعم بالاضافه الى العديد من الاسماء الكبيره اللي حضرت من دول مجلس التعاون شاركت في سن الثنائيه. طيب. فالكل ينظر الى هذه المنافسه والكل يتمنى الوصول الى المثلث الذهبي الفوز بوشاح ورمز الظفره. احسنت. طيب الاسعار والصفقات وش سمعت يا بار؟ والله يا ابو سيف لا زال بمقرن شغال على صفقات ما شاء الله تبارك الله. كم وصلت المشتريات؟ والله يمكن لحد الان وصلت 60 مليون. 60 مليون تقريبا 60 مليون كم مطية؟ امس اشترى مطيتي ما شاء الله تبارك الله امس اخر مشترياته يشتري الفايزه ها؟ يشتري قبل عند الباب وقبل اعلان النتائج ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله امس قبل اعلان النتائج نزل عبد مقرن اختار له مقربه يشتريها ما شاء الله تبارك ما شاء الله مقرن حرك السوق انا ابغى كذا انا ابغى اللي مقرن ما شاء الله حرك السوق والناس استفادوا جزاه الله خير واحنا نحب الناس اللي يشترون صحيح الناس يروحون الناس تنمسون وينهون موسمها على انجاز وعلى فلوس نعم. خاصه الحلال اللي يتعبون سنه كامله باع بكرتها استانس اشترى صحيح. غيرها صحيح. وقضى ديونه وعاش حياته طيبه مع السنه الجديده طيب اعطنا معلومه اهل الوضح الوضح والله ما شاء الله منافسه قويه بين اهل الوضح ما شاء الله ما اللي داخلين وما المتنافسين والله منافسه بين الخليجيين في الاشواط خاصه بين السعوديه وقطر نعم. والامارات هناك ما شاء الله الشوط الاول امس سكر على السعوديه الشوط وش البكار اللي دخلت امس؟ امس دخل الاذاعه دخل امس نتائج نعم نعم واليوم الثنائيه ما شاء الله تبارك هناك حركه كبيره في سن الوضح ما شاء الله بداوا الناس يهتمون في الوضح خاصه انها في الامارات نعم اشوف اعداد كبيره تهتم في الوضح وخير دليل الشيخ زايد بن حمدان الله يطول عمره ويحفظه ورعاه امس انتقلت ملكيه ثلاث مطايا من بن بن حفيظ للشيخ زايد بن حمدان وضح نعم هذا يدل ان هناك نعم اهتمام نعم. وهناك ابشروا بالخير ان شاء الله صحيح ما دام دخلوا مع عزيبنا في هالمجال ابشروا بالخير وابشروا بالسعاده ان شاء الله احسنت نعم. طيب المحليات عطنا علوم سعد والله محليات علوم سعد عند سعد بصراحه المحليات منافسات هناك ولكن مش منافسه زي منافسه المجاهد الانتخابي يا ابو سيف هناك منافسه محدوده بين مطايا معروفه في كل شوط نعم. يعني هاي مطيه شوطها اللي شاركوا من اجل الفوز بالمراكز العشر الاوائل الاولى نعم ولكن المناسب بين الثلاثه الاوائل المركز الاولى بس تحتصر بين الثلاثه عندهم ما في جديد عندهم صفقات عندهم لا صفقات ما في غير صفقات غير صفقه منه في بن مطوار اللي اخذ العظمه بس ما شاء الله الثلاثه الاول ما شاء الله الاول امس والاول في زايد مدينه زايد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تعتبر هي الصفقه الوحيده في موسم الصايل احنا نقول لك شكرا يا ابو حمد ونتمنى للجميع الفوز والناموس وكل يرجع صوب اهله وبلده سالم غانم اشكرك يا ابو سيف انت هو ابو حسين على التغطيه المميزه عبر قناتكم قناه العساس والكل يشيدكم صراحه زيارتكم للعزب تغطيتكم للميدان تغطيتكم للاحتفالات تغطيتكم للمسيرات والله انها تزيد المتابع شرف طال عمرك احسنت شكرا لك يا ربي ان شاء الله يا مرحبا ومسهلا والبقاء عطنا الاسم كامل فهد بن فصل الهادي ونعم يا فهد ينعم بحالك علمنا وش شفت في الظفره السنه هذه
والله الظفرة ذا السنة شفت شيء غير ما شاء الله. أول حاجة بيض الله وجه الشيوخ يستاهلون القايمين على المزاين. وصراحة أنا حضرت مدينة زايد وجاء أعداد كبيرة في المفرد والحقائق. نعم. وبعدها طال عمرك استحدثوا شوطين في المفرد وشوطين في الحقائق. نعم. بيض الله وجههم عز الله أنهم يسعون لإسعاد البدو كلبهم. الله يسعدنا وإياهم يا رب. والظفرة صراحة السنة دي غير حتى الحضور والجمهور عادت على سنينها الأولى ما شاء الله تبارك. أيوة. الله وش أنت محضر؟ والله معي مفروتين إن شاء الله وننتظر أشواط المفاريد. هي كانت 22 وعقبها أخراها. نعم. إن شاء الله كل تأخيرة فيها خير إن شاء الله. الله يوفقنا ويا الصفقات. وش سمعت من الصفقات وش عندكم وش؟ والله يا خمبارك جات صفقات من مقرن الشرع صفقات لا يعلى عليها عز الله. احرق السوق صراحة احراق ما شاء الله. وتمنينا ان يكون معه منافسين علشان يرفعون مستوى المزاين. نعم. وفي ناس شروا مهم في الداخلية لا في بيرق ولا في 20 شروا الناس احيوا السوق شوي. الله يوفقنا وياهم. من يقول الله يوفقنا وياهم. مشاركتك في المفاريد ان شاء الله في المفاريد شراء ولا تلاد؟ لا شراء يبا. الله يوفقنا وياهم. من يقول شكرا لك يا ربي يحفظك طول عمرك. عفوا مرحبا. أهل الحلال الموعد المرتقب حان كل يجيب من الزيان الفرايد هذه السنة غير وتهيوا من الآن ومع كل عام استبشروا بالجدايد مزاينا الظفرة بدا من سوحان رزين ثم مدينة الشيخ زايد مسك الختام الظفرة البعض الألوان في كل حول يعود والخير عايد ومع كل دارة تستوي شانها شان في هالمكارم دائما في تزايد فوق المئات مليون والصدق برهان جوائز للمهرجان وهوايد والفضل لله ثم صمم الأمان سور البلاد ودرعها نجل زايد هذا ولد زايد سلايلك حيلان معرب المنسب صدوق الوعايد مكل عام فعل الجمايل والإحسان وبالطيب في عطاء عن الناس نايد جوده على شعبك ما الغد والدان وفعايله للميت صارت قلايد من البحار الأحمر إلى ساحل عمان تعيش من خيره جميع البدايد تعيش من خيره جميع البدايد حر الرقال المجد في راس ما بان في الأرض ما شيء عليه تعايد كف بفعل الخير والجود هدان كف للأطم المعتدي له عوايد على الصديق قال الدمن غر الأمزان وشب في صدر المعادي وقايد اسمه فخار دوله وللعدل ميزان وله بموضوع العروبة محايد وله بموضوع العروبة محايد رجل السياسة الأول بكل ميدان رجل السلام مهور كل كايد وعايد أهليا من ثور الجو دخان لم تجي من صور